تفضلوا شباب تفضلوا. صفقة شاكر وأيوب صفقة قوية. هلا 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 بالشاقين طنا. هلا تفضل أيوب. هلا حبيبي شاكر. هلا حبيبي. أنت مو شاكر؟ لو شاكر شاكر قول نعم. نعم شكرا حبيبي عاش تيده. شاكر وأيوب راح نسألهم كم سؤال وجاوبوني بنعم. شوفوني النعم أو كلا عاش تيدكم. يلا سؤالكم اثنيناتكم. هل شرب الخمر يستحق عقوبة أو لا؟ هل مشاركة المرأة في الماراثونات مسموحة لو لا؟ سلمى حايك حلال لو لا؟ العسل الملكي مسموح لو لا؟ البنطلون الجينز مسموح بالجامعات لو لا؟ منظمات المجتمع المدني مؤامرة أمريكية؟ الرقص في التيك توك مسموح لو لا؟ قتل التوافه مسموح؟ إجبار النساء على ارتداء الحجاب؟ ها؟ أيوب؟ مدني وتتقبل جميع طبقات وفئات المجتمع وما عندك مشكلة وها؟ والله صفقة لأيوب صفقة لأيوب. اسحب الصفقة من أيوب اسحب. دق بين ناقصة شنو؟ ممكن يفرض الحجاب بالعراق؟ نعم كمرحلة تالية بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ ممكن ممكن احنا نتمنى ذلك. ليش؟ لأنه قانون إلهي. ممكن جدا أنه يحصل فرض حجاب مستقبلا. أنا أقول نعم أقول ممكن وهذه طلب الأغلبية لا طلب الأقلية ونحن طيب. ملزمون الخضوع وتطبيق أوامر الأغلبية لا الأقلية. جاينا الخير يا ولد يا بنات جاينا الخير. خلنا نرجع للشباب. الاختلاط بالجامعات مسموح؟ حفلات محمد رمضان مسموحة؟ حفلات فضل شاكر؟ بس ترى رجع يغني مرت اللخ. هل أنت مع تطبيق حد قطع يد السارق؟ وتقبلوها بتطبيقها على نفسكم؟ طبعاً يعني. هل أنت مع إسكات البشير شو؟ يعني يمكن سألت السؤال غلط. هل أنت مع إهلاك التافه البشير شو؟ هل تؤمن بحدود الدولة الوطنية؟ هل أنت مع القضاء على أربطة قصي محبوبة؟ ليش ليش قولوا إيه. خليكم عندي سؤال أخير. هل أنت مع ما سنشاهده الآن؟ أنا متبنياتي واضحة من أول يوم وقبل وبعد وهو المشروع إقامة الحكم الإسلامي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شيء واضح. ولهذا الحل الوحيد من الناحية الشرعية لكمال الدنيا والآخرة في بلد إسلامي تسكنه أكثرية إسلامية ساحقة الحل هو الإسلام. ينبغي عليك أن تخضع لقانون الإسلام مو قانون رأيك ولا عقلك ولا السفارة الفلانية والسفارة الفلانية. بلادنا لا تستقيم إلا بالإسلام. هذا الغرب إلى ماذا أوصلنا؟ إلى الشذوذ والإلحاد والمخدرات والمثلية. أين شرطة الآداب؟ أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ نسعى إلى إشاعة وتطبيق الأحكام الإسلامية على أرض الواقع وهذا واجبنا. كل الزين يعني أنتم الآن تبحثون عن إطار قانوني لأن يكون العراق دولة إسلامية. أي نعم بلا شك. إذن الولاية فقية. تدري ايش راح يصير بينا؟ خبزونا خبز العباس الآن تمادى. هل أنت أوكي شكرا عاشتي شكرا شاكر وأيوب شكرا جزيلا مع السلامة الله يحفظك.